In the first part, we said understanding the marketplace and customer needs. الآن after understanding the customer needs, بعد فهم حاجة ورغبات العملاء, how you can satisfy these customer needs and wants. You can satisfy customer needs and wants, إشباع حاجة الرغبات عن طريق الماركت offerings, العروض, عروض السوق أو المنتجات اللي تقدمها. لكن مصطلح الأوفرينج هو مصطلح عام من كلمة برودكت, لأنه مش الشركات مش فقط تقدم سلع وخدمات, في أشياء ثانية ممكن تقدمها غير السلع والخدمات. أنت ممكن تسوق أفكار, ممكن تسوق إيفنتس, أحداث, مثلا تعمل حملة ترويجية لكأس العالم. الآن إيش الأوفرينج؟ إيش الشيء اللي عرضته للسوق؟ هو إيفنت, حدث, مش برودكت, مش سلعة ولا سيرفيس, خدمة. So you can for example you can offer some combinations. What is market offering? Some combinations of products, سلع مادية, services, خدمات. السلع computers, سيارات, furnitures, أثاث, foods, drinks. هذه physical products. وفي intangible products, في سلع غير مادية, اللي هي services, الخدمات. البانكينج services, تقدم خدمة مالية. البنوك تقدم خدمة مالية. الهوسبيتالز تقدم خدمة صحية. هيلث سيرفيسز, شركات الاستشارات, شركات التأمين. هذه قطاع خدمي, في قطاع خدمات, في قطاع إنتاج. الفنادق, خدمة الضيافة, الهوسبيتاليتي. وممكن كمان تقدم للسوق انفورميشن, السكولز واليونيفرسيتيز تبيع لك انفورميشن, تبيع لك معلومات, تروح للجامعة عشان تحصل على معلومات. فالمنتج اللي تحصل عليه هو المعلومة. أو اكسبيرينس, شركات الانترتينمنت, شركات الترفيه, السينما والحدائق, الالعاب, الاشياء هذه اللي تعطيك اكسبيرينس, ما تعطيك برودكت ولا خدمه ولا سيرفيس ولا انفورميشن. كل هذه الاشياء, هذه الكومبينيشن اوف ذيس ثينجز اوفرد تو ا ماركت, ايش الهدف النهائي؟ تو ساتيسفاي نيد اور وونت. اوكي, في حاجه يسموها الماركتنج مايوبيا, قصر النظر التسويقي, انه مش عندك ديب فيجن اباوت ذا كاستمر نيدز. ماركتنج مايوبيا, قصر النظر التسويقي, قصر النظر, قصر النظر, ما في عندك بعد نظر, ما تنظرش للاشياء على بعد. ايش الاشي ايش تعرفها؟ is the mistake of paying more attention, تعطي اهتمام اكبر to specific products company offers than to the benefits and experience produced by these products. العميل يشتري منتج ولا يشتري منافع؟ يشتري المنافع. العميل يشتري المنافع. انا 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 ما اشتريش السياره كهيكل, انا اشتري التنقل. اوكي, انا ما اشتريش التلفون كبلاستيك وزجاج والى اخره, انا اشتري التواصل, الكوميونيكيشن. واضح؟ سو ذا كاستمر, ذا كاستمر از باينج بنفيتس نوت ذا برودكت سيل. فالماركترز اذا فكر في البرودكت بشكل مادي ونسى المنافع, they cannot satisfy customer needs and wants. لذلك في شركات, في مدير شركة مواد تجميل قال in the factory we are selling, we are producing cosmetics. داخل المصنع احنا ايش؟ احنا نصنع cosmetics, مواد تجميل. In the store we sell, يعني داخل المصنع احنا نصنع مواد تجميل, لكن في المحل ايش نبيع؟ الشخص اللي يروح يشتري مواد تجميل ايش يشتري؟ ايش يبحث على ايش؟ looking for what؟ منافع. ايوه, ايش المنفعه؟ انه يكون شكله جميل. هو ايش قال؟ ايوه, ايش قال؟ قال in the factory we are producing cosmetics, داخل المصنع احنا نصنع مواد تجميل. in the store, في المحل, we are selling hope, نبيع الامل, الامل للشخص انه يكون شكله افضل, مقبول لدى الناس الى اخره. فاذا فهمت, اذا فهمت العميل على ايش يبحث, ايش البنفيتس, لوكينج, سيكينج باي ذا كاستمرز, ذن يو كان ديزاين ا جود برودكت ذات ساتيسفاي ذيس ايش؟ ذيس نيدز. طيب تكلمنا على ايش؟ تكلمنا على ساتيسفاكشن, ساتيسفاينج كاستمر نيدز اند وونتس اند ميكينج ذا كاستمر ساتيسفايد. فلازم تعرف كيف تقيس الساتيسفاكشن. انا هدفي من الكاستمرز, هدفي ان انا اعطي له فاليو ويكون ساتيسفايد هذا الكاستمرز. طيب ايش دور الماركترز المسوقين؟ ايش دور الماركترز؟ سيت ذا رايت ليفل اوف اكسبكتيشنز. الرضا يعتمد على ايش؟ يعتمد على شيئين, يعتمد على توقعاتك قبل الشراء وعلى ادراكك لاداء المنتج او الخدمه بعد الشراء. اوكي, يعني انا قبل ما اجي الجامعه
انا عندي اكسبكتيشنز عن مستوى التعليم والكواليتي اوف ليرنينج الى اخره، في عندي توقعات معينه، اما اني شفت اعلان عن البرنامج في الجامعه، او انه في طالب سابق في الجامعه قال لي ايش كيف مواصفات البرنامج التعليمي. واضح؟ فانا بنيت توقعاتي بناء على الورد اوف ماوث، على الاكسبيرينس اوف اذرز، خبره الاخرين، او بناء على الكوميونيكيشنز والادفرتايزنج والاعلانات اللي شفتها. فلما رحت فعليا وسجلت في البرنامج، الان بيكون في عندك حاجه اسمها البيرفورمانس بيرسبشن، ادراكك للاداء. فانت بتقيم اداء البرنامج مع توقعاتك قبل الشراء، بعدين بتقرر هل انت ساتسفايد ولا نت ساتسفايد. انا سمعت عن خدمه بنكيه انها كويسه وشفت الاعلان على البنك، رحت فتحت حساب، بدات اتعامل بالخدمات الماليه. بتقارن اداء الخدمات الماليه بعد ما تعاملت مع البنك مع توقعاتك قبل ليش؟ قبل الشراء. فاذا كانت التوقعات، اذا كان البيرفورمانس ماتش اكسبكتيشن، اذا كان التوقع نفس اذا كان الاداء نفس التوقع، يو ويل بي ساتيسفايد، بتكون راضي لانه اللي توقعته حصلته. لكن اذا كان توقعاتك عاليه والاداء كان ضعيف، بتكون ديس ساتيسفايد، غير راضي. اذا توقعت شيء ورحت حصلت شيء افضل مما توقعته، بتكون هايلي ساتيسفايد او ديلايت. طيب من المسؤول انه يعطي الان الكستمر التوقعات من فين يحصل عليها؟ كيف تبني توقعاتك؟ اما خبرتك السابقه، انا رحت المستشفى من قبل وعارف مستوى الاداء الخدمه الصحيه، اتوقع لما اروح مره ثانيه بحصل نفس الايش؟ نفس الخدمه. نفس الخدمه، اما خبرتك السابقه الباست اكسبيرينس او الاذرز اكسبيرينس، يسموها الريفرنس جروبس، الجماعات المرجعيه، الفاميلي، الفريندز، الكلاس ميتس، الكو وركرز، زملاء في العمل. فاما الريفرنس جروبس، الجماعات المرجعيه، او الفاميلي، او الباست اكسبيرينس، الجماعات المرجعيه يدخل فيها الفاميلي، الفريندز، الجماعات المرجعيه اي جماعه ترجع لها تاخذ منها فيدباك، يسموها الريفرنس جروبس. فالفاميلي والفريندز والكلاس ميتس، زملاء الدراسه، والكو وركرز، زملاء العمل، هذول كلهم يسموهم الجماعات المرجعيه، الريفرنس جروبس. او الباست اكسبيرينس، خبرتك السابقه، انت رحت من قبل، تتوقع مره ثانيه انك تحصل نفس الجوده. او الكامباني اتسلف، الشركه نفسها لما تعمل اعلانات هي توعدك، تعطيك بروميس. لما تشوف مثلا اعلان على مستشفى، نظافه المستشفى، ويتكلم لك على كفاءه الممرضين والاطباء وعلى الاجهزه الطبيه، هو يبني لك توقعات. فتتوقع لما تروح تحصل نفس ايش؟ لان انت اتخذت قرار الشراء بناء على الاعلان، فلما تروح لا تتوقع انك تحصل نفس ايش؟ نفس البرفورمانس. فالمفروض الماركترز المسوقين سيت ذا رايت ليفل اوف اكسبكتيشنز. يعني انت لازم تحدد، يعني توضع الحد الصحيح من التوقعات، لا تخليش العميل يتوقع كثير جدا عشان ما يندمش بعدين.